أن يدمج بين الخط الجميل المتقن القواعد وبين اللوحة التي يمكن أن تكون نسميها اللوحة الحديثة، أي يضيف الألوان ويضيف التأثيرات، ويمكن أن يكون هناك حرية في الشكل وحرية في هذه الأمور. لكن في بداية الأمر يجب على الطالب أو على الشاب أن يتعلم قواعد الخط العربي، لأن العمل الفني إذا لم يكن لديه أو فيه قواعد لا تصبح القيمة الفنية أقل. اللوحة الحديثة تحتاج إلى معرفة في فن الخط ومعرفة في فن الرسم حتى يستطيع أن يدمج بين الألوان ويدمج ويستطيع أن يؤدي الأحرف بشكل جيد. الشارقة والفن الخط والزخرفة من المظاهر الملفتة الانتباه في الشارقة التي دائما ما يعجب فيها السائحين ومن مختلف دول العالم، فمنهم من اليابان ومنهم من تركيا وفي من روسيا، فمن مختلف دول العالم يأتون إلى هذا للتعلم الخط العربي والزخرفة لما فيها من طابع خاص بالشارقة وللسياحة، ما والسياحة خاصة السائحين يلفت انتباههم الخط العربي والزخرفة، فيكونون دائما هي هذا الفن ملفت الانتباه في أغلب الأحيان للسائحين وللقادمين من أغلب البلدان. For me, actually, 2 months to finish it, and it takes 6 months for illumination, for the tazhib or for the to make the decorative outside, and it takes gold. Maybe it costs me a lot, maybe 2,500 euros, only the cost of the gold. ٩٥٪ of the calligraphers has no idea about the painting as an artist. That means they are not an artist. He can play with the letters, with the text, with the bamboo stick, but he's not playing with the colors or the brush. Even a lot of them astonished when they saw me writing with the brush. بعد خلال 22 سنة قلت ليش ما أنا أستخدم كل الحروف العربية، ليش ما أستخدم فقط حرف واحد؟ كان يعني مثل ما تقول إحساس داخلي جذبني نحو هذا الحرف اللي هو حرف النون، وقلت ليش يعني ما في داعي أن الواحد يكتب كل الحروف العربية، ممكن يأخذ حرف واحد، يعني العربي المسلم الخطاط أو الفنان ممكن يأخذ حرف واحد من الحروف العربية ويشتغل طول حياته في هذا الحرف لقوة ومتانة وليونة
وطواعية الحرف العربي.